السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. لابد لكل واحد منا أن يكون له هدف ومشروع في هذه الحياة. أضع بين أيديكم عدد ممن وضعوا أهداف سامية وعرفوا بها وسجل التاريخ أسماءهم بمداد من ذهب. أبي بن كعب رضي الله عنه كرس جهده في حفظ القرآن وضبطه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: ليهنك العلم أبا المنذر. وكذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه كان مشروعه هو الذب عن هذا الدين من خلال الشعر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجب عني أيدك الله بروح القدس. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان مشروعه هو حفظ ونقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح راوية الإسلام الأول بلا منازع. كان هدف الإمام البخاري تصنيف كتاب جامع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومكث في كتابه 16 سنة حتى أصبح كتابه أصدق كتاب بعد القرآن الكريم. ممكن يقول البعض: هؤلاء السلف الصالح أو الصحابة القرون المتقدمة. نقترب قليلا. الإمام الألباني كان هدفه تقريب السنة بين يدي الأمة، صنف في هذا المشروع 113 كتاب ما بين تأليف وتعليق وتحقيق وتخريج. من الأمثلة أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ كان هدفه تعليم العلم للعامة والخاصة، فأعرض عن الدنيا ومناصبها، ومكث الشيخ 50 سنة يدرس في مسجده بعنيزة. الساعات المسجلة له فقط للشيخ 5000 ساعة، والساعات اللي ما سجلت كثيرة جدا. من النماذج المعاصرة أيضا الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله، كان هدفه الدعوة إلى الله في قارة أفريقيا. أسلم على يد الشيخ 11 مليون شخص، وما زالت جامعة الشيخ ومعاهده مستمرة إلى الآن. هؤلاء رجال صادقين أفضوا إلى ما قدموا، نحسبهم الله حسيبهم. ضروري كل واحد منا يحدد له هدف ومشروع في هذه الحياة.